اللي تم علينا النصب عن طريق القانون باحتيال بامتياز فينا الشكره والنفوذ. هذه عام ونص وحنا كنعاني 40 عام الان في الشارع. اذن هاد العمال ما نحلهم من الاعراب. انا ضحيه من الضحايا ديال العمال ديال مدينه مكناس اللي خدمات تقريبا 30 عام، وكاينين الناس اللي خدموا ازيد من 40 عام. فبحيث انك تشوف السيده خدمه 42 عام لانها خدمه صغيره. الكونفيكسيون الملابس الجاهزه بمدينه مكناس اللي حلت من 75 شركه عالميه، شركه معروفه اللي تم علينا النصب عن طريق القانون باحتيال بامتياز. هادو ناس اللي متبحرين في القانون يعني تحامت فينا الشكره والنفوذ، وكانوا الضحيه هما دوك الضعفاء هما العمال. حنا خدمنا وحنا صغار ونصبوا علينا الان بالقانون. المهم الملف ديالنا راه معروف على الصعيد الوطني، وكاينه 550 عائله، لكل عائله كتجر 4 ديال الناس، يعني 4000 اللي مشردين في مدينه مكناس. هذه عام ونص وحنا كنعانيو، عندنا ضحايا، عندنا ابناك، عندنا امراض مزمنه. حنا ما حنا من الناس ديال الرميد، ما حنا من الناس ديال الضمان الاجتماعي، لان في السيستيم كنطلعوا عندنا الضمان الاجتماعي، فاش كنمشيو للرميد ما يمكنناش نديروا الرميد. اذا ما المعمول؟ اللي خدمت معاه 40 عام قطع العلاقه اللي بيني وبينه، واللي دخل عليا دار لي افلاس، واللي خدم 40 عام الان في الشارع. اذا هاد العمال ما نحلهم من الاعراب. الملف ديالنا طلع للجنه الوطنيه، قالوا لنا الملف عند وزير التشغيل، ومن بعد قالوا لنا الملف عند رئيس الحكومه اللي هو السيد اخنوش. وهذه عام ونحن ننتظر. اش كيديروا لنا هاد الناس في الملف؟ كيف ما بغى يكون هذا الملف كون راه تحل؟ الناس كتموت، الناس كتفرتت، كاين شي واحد يخدم 40 عام ويمشي طويل؟ اي واحد من المسؤولين واش يقدر يحط لك سوا ديالو ويمشي بحاله؟ حنا خدمنا 40 عام، كاينه تما المراه وراجلها، كاين الوليدات كيقراو، كاين ابناك، كاين امراض مزمنه، هذا نصب باحتيال ممتاز، والسلطه ادرى، السلطه عارفه وعايقه وعارفه شنو في الملف، وحنا متاكدين على ان هذا الملف فيه لوبيات، فيه لوبيات اللي خلينا هذا الملف ما يتسالاش. حنا بغينا هذا الملف يتسالى، يعطونا رزقنا او يحلوا الشركه نخدموا، ما طالبينش حنا المحال. حنا عندنا مطالب خبزيه، ما عندنا لا انتماء سياسي، ما عندنا لا سياسه، حنا ناس دراوس بغينا نعيشوا. خدمنا 40 عام فلا يعقل انا نتلاح انا وليداتي. هذا ملف اجتماعي، اين هو الحوار الاجتماعي؟ هنا فين هو الحوار الاجتماعي؟ كباغي تعمم الحمايه الاجتماعيه وعمم غير الشبعه، بغي عمموا غير الكرامه، عمموا غير لقمه العيش. الناس كتموت بالجوع في مدينه مكناس. حسبي الله ونعم الوكيل. في كل واحد عارف هذا الملف اننا مظلومين وغمض عليه عينه على الحق. علاش تعطل هذا الملف؟ لان هناك مصالح، تضارب المصالح، الناس يعني الشكاره. وانا غنقدر نقول لك على ان واقيلا الشكاره كتوقف القانون. فحسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل. حنا ما غنتفكوش لان خدمنا 40 عام، ما غنتفكوش ولو بالموت. كيفاش كتدبروا هاد الشيء ديالكم؟ كندبنوا بالعائله، غير العائله، العائله، وحنا بيناتنا كنتحنوا، حنا بحال الخوت، شي ما كيفرط في شي، لان حنايا فاش كتكون مع خوتك في الدار كلشي كيتزوج كيخوي الدار، ولكن حنا بقينا 40 عام في شركه واحده. وقلت لك السلطة أدرى بالملف، والتلاعبات اللي فيه، وراه السلطة باغا تيأسنا، ربما كيلعبوا على عامل الوقت. حنا راه ما غنيأسوش، لأن اش غنمشي ندير في داري أنا؟ أنا جاي عارك أنت خاوية، إذن أنا غادي نبقى في داك الصيكوم، يدفنوني فيه. ومع العلم على أن مول الشركة اللي دار عليا هذا النصب خدام في جنبي بنفس الدومين بالعقد، يعني الهدف هما العمال. ومنين تمت عملية التفويت، هذاك التفويت كانت فيه 5 سنين غير قابلة للتجديد. هنا كيتبين النصب والاحتيال على دوك العمال. حنا ما باغيين والو، باغيين نعيشوا، باغيين غير ناكلوا، باغيين يتداووا. عندنا عيالات كيوصلوا 40 عام 50 عام عندهم سرطانات كيموتوا كيتفرتسوا. كنبغيو بلادنا، كنبغيو وطننا، والله ياخذ الحق في اللي شايف الحق ومغمض عينه عليه.